مرحبا بكم جميعا. فيديو اليوم عن طريقة تحضير الخبز بالخميرة البلدية. كلنا نعرف قيمة الخميرة البلدية على صحتنا. نحتاج إلى كيلوغرامين من دقيق القمح الكامل، وخليط من البذرات، بدر الكتان، السمسم والسنوج والحلبة واليانسون، وقليل من الملح، ونصف كأس من زيت الزيتون. نحتاج إلى 400 جرام من الخميرة البلدية التي قمنا بتغذيتها فيجد نشيطة ومفعلة بطريقة جيدة. نترك القليل منها فنقوم بتغذيتها بإضافة دقيق القمح الكامل لليوم الموالي.